ندى، تكلميني عن الشهيد أحمد الشبراوي. مبدئيا كده اي حد في حياته بيبقى فيه جانب شخصي، فيه جانب عملي، فيه حد في علاقته بزوجته او اصدقائه. مفيش حد عرف احمد يقدر يقول ان احمد كان ما كانش جدع، ما كانش شهم، ما كانش راجل. انا كزوجته في علاقته معايا، عيلته، صحابه، عساكره، زمايله، كان حد متفاني لاقصى درجه في حياته، في شغله، بينزل اجازته المفروض ان هو بيفصل فيها عن شغله عشان يشيل مسؤولياتنا ومسؤوليات والده ووالدته، مسؤوليات اخواته، صحابه. انا لو كان حد من صحابه اتصل بيه بس الساعه 2 بالليل في مشكله، خلاص ما يعني كان الصاحب الجدع بجد، كان يقف جنبه ما يسيبوش. في علاقته معانا في البيت كان اهم حاجه عنده راحتي انا وعمر. يعني هو احمد ما حضرش تلين، انا ربنا رزقني بتلين بعد استشهاده. كنت حامل؟ كنت حامل في الشهر السادس وقت استشهاده. لا اله الا الله. فهو اللي حضر كان عمر. احمد كان حاطط عمر ده رقم واحد في حياته. تعبان، لا عمر محتاج حاجه، لا لازم اعملها له، لازم افرحه، لازم اخرجه. حتى انا يعني كان قد ايه متفهم، قد ايه حنين. يعني كان بيتعامل معايا على اني بنته الصغيره. احساسك كان ايه لما يوم الولاده وهو يعني كان مش موجود معاكي، استشهد وانتي داخله تولدي ابنه اللي هو حملتي فيه وهو كان بيحلم بيه؟ كان ايه شعورك اليوم ده؟ هو كان يوم صعب قوي، صعب قوي قوي، لان تالين احمد كان نفسه قوي ربنا يرزقه بنت، وبقى فرحان فرحه مش قادره اوصف لحضرتك قد ايه يوم عارف انها بنت. فانا يوم الولاده كنت منهاره، ويعني عماله ادعي ربنا ان ربنا يثبتني، ودخلت العمليات من كتر ما انا يعني انا ولدت سيزيريان المفروض وحاسه، فالدكتور اداني مهدئ عشان اقدر يعني اكمل، وقال لي كده ما ينفعش. مجرد ان انا ابتديت في لحظات الولاده وانا بدعي له، يعني ممكن كلامي يعني يبقى شبه الكلام الخيالي، انا شفت احمد كان وشه في وشي كده، وانا سبحان الله كان معايا لحظه بلحظه. سبحان الله، في اللحظه اللي شفت فيها تالين شفت فيها شكل احمد، كانت مولوده شبه باباها بالظبط، كان ربنا بعت لي منه هديه. يعني عيد جوازنا كان بعد ولاده تالين ب 20 يوم، هو عيد ميلاده كان عيد تاريخ جوازنا. انا فاكره ان انا يومها كتبت له، قلت له انت يعني ما قدرتش حتى اخر سنه ما تسيبليش هديه منك، ساب لي حته منه بعتها لي بعدين. يعني انا مش عارفه، يعني انا بجد بصوا يعني مش كلام برامج ولا تلفزيون ولا برنامج، انا بجد فخوره اني قاعده معاكم. انتوا صغيرين في السن، يعني التضحيات يعني اللي عملتوها هم يعني شهدائنا، انتوا كمان ما تقلوش عنهم ابدا، انتوا بطلات وهم شباب وانتوا شابات. يعني الشابة اللي تضحي لبلدها، ما هو انتي رضيتي لما تزوجتي وانتي عارفة انه زوجك ممكن يستشهد في يوم من الايام وخلاص، وانتي مضيتي على كده في عقد الزواج انك عارفة بتتزوجي مين. بس احنا محظوظين.